اصلا. بعد اخونا الثاني هنا. اللي هو المدخل المعلق المؤدي الى منطقه الخضراء اللي دخلوا منها للسفاره الامريكيه. اي على مود هاي، لا احنا على كيفنا. اول هنا يعني هنا بيكون للعشر، احنا باقين يوم للصبح باقين يوم. يقول لك دي امريكا يا صدام. مش ولا حباب مو صديق يا اخويا. اقول لك شنو طلعت معادي يا سنجي. وجهك وجهك وجهك.